نفسنا نغير حاجات كتير فينا، كلنا نفسنا لما نبص في المراية ما نلاقيش ولا غلطة، كلنا نفسنا نبقى في أحسن صورة. بس عشان تحقق ده لازم تتحدى نفسك، لازم يبقى عندك إرادة وعزيمة تخليك قادر إنك تعمل أي حاجة وتقاوم كل حاجة. عشان كده حلقتنا النهاردة هتكون عن التحدي. كل اللي لسه ما بدأش مستني ايه؟ مستني ايه عشان تفهم ان الحياة الصحية هي مفتاح كل حاجة، مفتاح صحة احسن، نفسية اهدى، شكل احلى، وانك تعيش حياة صح. في حاجة كتير ممكن تقولها لنفسك عشان ما تبدأش، بس كل ده راجع ليك انت. ابدأ من النهاردة، حتى لو بس تنزل تتمشى في التراك او تركن العربية بعيد عن الشغل وتتمشى شوية دول في الشارع. ممكن برضو بانك تدخل اكل الخضار في وجباتك، وانك تحسب كل حاجة بتدخل جسمك، صدقني هتفرق. النهاردة هنتكلم بشكل أوسع شوية عن التحدي. آخر مرة كنا اتكلمنا ان احنا امتى نطلب مساعدة وامتى نبدأ ان احنا نقول بقى انا هحط رجلي، ان انا اتغير، شكلي هيتغير، مقاساتي، لبسي، ان انا بقيت في يمكن في مكان تاني شوية، شكل جسمي، لبسي بقى اضيق، بقيت البس مقاسات اكبر كتير قوي من مقاساتي. فالنهاردة هندعم بعض ازاي ان انا اكسر الحته اللي هو ابدا بقى اساعد ان انا اختار الدكتور الدايت المناسب ليا، اختار البيرسونال ترينر اللي هتساعدني ان انا اوصل من ان انا بقيت حجم كبير لصغير. فاحنا مع بعض النهارده في الاهلي دايت هنخس مع بعض وهنشجع بعض. النهاردة هنتكلم عن التحدي. التحدي يعني الحاجة اللي الإنسان بتكون صعب عليه إن هو يتعامل معها، زي مثلاً هو بيكون صعب عليه، هو مش بيتحدى حد تاني، مش بيتحدى مجموعة أفراد، أو مش بيتحدى حاجة في الشغل، مش بيتحدى حاجة، لا هو بيتحدى حاجة صعب يتأقلم عليها، زي مثلاً الناس اللي هي بتاكل أكل كتير، فهو صعب إن هو يتعامل مع النظام الغذائي السليم. فده لما يتعود عليه او يتعامل او يبتدي ان هو يتعامل معاه فده اسمه تحدي بالنسبه له. يعني لو حد كل يوم متعود ان هو ياكل فاست فود، بيتعود ان هو ياكل حاجات فيها معجنات كتير، حاجات فيها كالوريز كتير، مش هنقول له يمنعها مره واحده وابتدى ان هو يدخل النظام الغذائي السليم ليه، ده اسمه تحدي. هو كده بيتحدى ان هو يوقف حاجه او يقلل حاجه ويبتدي يدخل حاجه تانية جديده في حياته مش متعود عليها أو صعب إن هو يتعامل معي. أول حاجة يعني أنا خلاص بدأت إن أنا أروح الجيم، الترينر اللي معايا هتبدأ تعمل لنا حاجة اسمها فيتنس تيست، بيبقى مكون ان انا باخد مقاسات، ببدأ اشوف مفاتيح الجسم بتاعتي. البيرسونال ترينر الشاطرة هي اللي هتفهم طبيعة جسمي، هي اللي هتفهم طبيعة اكلي، هي اللي هتفهم ازاي ابدأ، مبدأش بهاي ليفل، بتبدأ تديني تمرينات مبسطة في الاول. لازم اكون مرتاحة نفسيا مع البيرسونال ترينر بتاعتي، لان بعد كده بقى في علاقه ما بيننا خلاص ما بنقدرش ان احنا نكسرها تماما، يعني بنتحول لاخوات واصحاب، يعني الايام بتمر علينا ايام بتبقى صعبه، في ناس ممكن بتبقى تامين عليها في الاول تقيل شويه،
بتبقى نفسيا مش قادرة تعدي المرحلة دي لوحدها. فأول حاجة الدعم النفسي من البيرسونال ترينر بتاعتي هو ده اللي هيساعدني ان انا اكمل المشوار بتاعي. بس تفهم شكل جسمي محتاج ايه، لان في فروق فرديه كبيره قوي بين الناس. ما ينفعش كله يتمرن تمرين واحد، ما ينفعش ناخد دايت واحد، ما ينفعش اخد دايت واقلده، ما ينفعش اخد تمرين واقلده. واكد تاني لازم تمرين منظم، لازم ابقى عارفه امتى ابدا ان انا استخدم الويتس، ان انا اشيل اوزان مختلفه، امتى ان انا اطلع اعمل كارديو، امتى امشي مسافه كبيره او امتى اجري. ممكن نوصل ان احنا نجري في التراك بس بمعدل معين، معايا المدربه بتاعتي هي اللي هتحطه لي. دايما احنا هنا في جيم الاهلي هتلاقي المساعده من جميع المدربات، بس نبدا نحط الستيب بتاعتنا. ابدا احط الستيب برضو بتاعتي في الدايت، ما ينفعش يبقى دايت لوحده، ما ينفعش رياضه لوحدها، احنا الاثنين بنكمل بعض. سواء كان دايت اللي هو متوازن، الدكتور بيشوف الحاجات الخاصه بيك بجسمك بشكلك بالمناطق اللي محتاجه ان هي تتظبط، نفس الكلام برضو البيرسونال ترينر بتاعتك هتظبط لك التمرين بتاعك على معدل الاكل اللي احنا هنبدا بيه، على شكل جسمك، على المناطق اللي محتاجه مساعده. ممكن حد لو خس غلط ممكن يحصله تشوه في القوام، فتيجي يبقى عندها راوند شولدر كافيوزز، او ان هي تبقى ان هو جسمها مش متناسق مع بعض، الابر مع اللور. فهنا تبدا خطوه البيرسونال ترينر ان هي تقول لك يلا نبدا، بس مش هتبدا بسرعه. الناس اللي جايه مستعجله في اول التحدي بتاعنا بتبقى الناس مندفعه، الاندفاع ده اول التحدي. بس انا عايزه بعد 6 ويكس من التمرين بتاعي ان انا اكمل على نفس الاندفاع، ما ابداش انزل بالراوند بتاعي، لان انا هخس جامد في الاول، هيبقى شكل جسمي بدا مقاساتي توسع، شكل جسمي بدا يبان عليه، نبدا هنا بقى التحدي مع بعض. هي الفتره دي اللي هتبين انا هقدر اكمل على انهي منحنى. البيرسونال ترينر الشاطره هتبدا معاكي خطوه خطوه، مش هتبدا بسرعه، لان انا هحسبها. لو انا مثلا رايحه طريق اسكندريه مش هقدر امشي من طريق تاني، همشي دايركت، هحط لنفسي بلان، هحط لنفسي هدف هوصل له في اخر الطريق. فانا دلوقتي عشان اعرف مفتاح جسمي واعرف الطريقه اللي ابدا اتمرن بيها هيبقى من خلال المدربه بتاعتي. لو انا عايزه احدد اهدافي هبدا من مرحله واحد. لو انا قعدت اشتغل في مرحله واحد دي كارديو بس، جسمي هيحصل له ادابتيشن بعد 6 ويكس مثلا من المرحله، هبدا اطلع على 2، مش هينفع اطلع من واحد لعشرة. الناس بتبقى جاية في الأول عايزة أجري وعايزة أعمل دايت وعايزة ما أكلش خالص وعايزة أبدأ وأبدأ وأبدأ. دكتور الدايت عمره ما هيديني في الأول أمنع الأكل وأمنع الهيدريت وأمنع ده، دايت خاطئ. لكن لو أنا قسمت وجباتي ومثلا أخدت 3 تايمز كارديو في اليوم مع 3 تايمز برضو كربوهيدريت، هيبقى فيه توازن. اللي هاكله انا هحرقه بلس ان انا هخس، لكن ما ينفعش احرم نفسي من الاكل. هاجي التمرين بتاعي مش قادره اتمرن، هتعب، هبقى دايخه. فلازم ان انا اظبط ده مع التمرين بتاعي. نبدا من المرحله الثانيه بتاعتي. المرحله الثانيه اللي هو انا طلعت من ليفل 1 لليفل 2، هبدا اخد بقى شويه تمارين، اشيل ويتس، اعمل ستيب، احضر كلاسز. شكل جسمي هيختلف في المرحلة دي تماماً. فلو أنا بدأت من المرحلة إن أنا شكل جسمي تحسن، هبدأ أكمل، هبدأ أتحدى نفسي، هتحدى الهدف بتاعي. لو أنا خسيت جرام واحد هبدأ أيأس، بس إحنا مع بعض مش هنيأس. طول ما إحنا معانا حد فاهم شكلنا وفاهم طبيعة جسمنا، فاهم امتى الجسم بيحرق وامتى مش هقدر احرق، امتى هيحصل لي ادابتيشن من التمرين، امتى فتره مش هقدر اتمرن فيها كويس. دايما البيرسونال ترينر هتراعي في دايما فتره ان انا ممكن نمو هراعيها، تغيير هرمونات هراعيها، لو حد عنده امراض اصابه، كل ده انا هقدر اشتغل عليه. بس احنا بندي الهيستوري بتاعتنا كلها للمدربه، نديها طريقه الاكل بتاعنا، نديها انا عندي اي اصابات، هي تقدر من هنا تساعدنا.
لو وصلنا بقى لمرحلة اليأس اللي هو مش هنوصل لها مع بعض خالص، بنبدأ بقى نرجع تاني نقولك ده شكلك وانتي مثلا تخينة، وده شكلك بعد ليفل 2. ليفل 2 لو انا وصلت للمرحلة دي انا هقدر اكمل. فاحنا دايما بنفكرك الصبح هنكلمك، يلا هننزل هنتمرن، هنبعتلك مسج الصبح هنقولك لازم نيجي، عشان احنا فعلا هنخس هنا مع بعض، وفعلا احنا كل التيم اللي هنا بيشجع بعض. عندنا ناس من الصبح في استقبالك دايما من بدري، دايما سمايل على وشها، دايما مستنياكي. بالليل هنستناكي، دايما احنا موجودين، بس هنستنى منك ان انت تيجي، لان احنا مش هنسيب حد ما يخسش في الاهل ده. لازم يكون الإنسان عنده هدف علشان يعرف يحقق الإرادة. مش هينفع إنه هو يبقى ما عندوش هدف ويبقى ماشي كده. هو لازم يكون عنده، عشان يعرف يتعامل مع التحدي والحاجة الجديدة ده، لازم يكون عنده محفز. المحفز ده يكون حاجة حواليه، يكون الناس اللي حواليه بتشجعه، يكون حاجة جواه، هو حاجة هو عاوز يوصل ليها، الهدف اللي جواه، إرادته، حاجة بتبقى من جواه هو. يجي بقى عندنا بقى في المجال بتاعنا، إن هو بيخش عندنا يتمرن معانا في الجيم، بيشوف ناس جديدة، بيتعامل مع الكباتن، بيتعامل معهم كأنهم صحابه، بياخدوا عليه، بياخد على المكان، بياخد على الناس اللي بتتمرن، بيشوف الحالات اللي عندنا، بيشوف الناس كانت قد ايه اوفر ويت وقد ايه خست وخست في قد ايه، والناس اللي هي كان صعب عليها النظام ان هم يتبعوا نظام غذائي سليم خالص، كان بياكلوا وكان طول حياتهم كده. في ناس بدات ان هي تعمل دايت من 50 سنه ومن 40 سنه ومن 60 سنه وبقت تخس وشكل جسمها اتظبط كتير. هو هنا بقى هيبدا ان هو يتعامل مع التحدي اللي هو صعب عليه، اللي هو كانت حاجة صعبة عليه. ما بيكونش ان هو خلاص كده، بيشوف بقى الحالات اللي معانا بيتعامل ازاي، بيحس بروح كويسة هنا معانا في الجيم، بيجي بقى يتمرن. ما بنبدأش معاه يعني حاجة جامدة، بنشتغل معاه واحدة واحدة، بنديله تمرينات مبسطة، بنقوله نصايح غذائية. هو طبعا نقول له لازم تروح تعمل نظام اكل مع الدكتور عشان يشوف التحاليل بتاعته ويشوف هو ايه بالظبط. احنا بنتعامل معاه نديله بس نصايح غذائيه، نقول له قلل الحاجه اللي انت بتاكلها غلط شويه، يعني نقول له فاست فود ما تاكلوش، لو هتطلب فاست فود لو طلبت مثلا سندويتش برجر لا ما تاكلوش كله، كل مثلا نص والنص التاني ناكل طبق سلطه بس. احنا ممكن نديله نصايح غذائيه يتعرف يتعامل معاها علشان يقدر يوصل للهدف اللي هو عاوزه. أنا مريم إبراهيم، جيت من 3 سنين الجيم نادي الأهلي. كنت عايزة أشترك عشان كنت أوفر ويت وكنت عايزة أخس يعني وكده، عشان كنت داخلة الثانوية عامة يعني، فكنت عايزة أبدأ مرحلة جديدة في حياتي. فصدفة اللي أنا قابلت كابتن سيمو وساعدتني كتير قوي على اللي أنا أخس وكده. مريت بحاجات كتيرة قوي صعبة، وكنت بعيط وكنت حاسة إن مفيش أمل وكده، بس هي كانت دايما واقفه معايا وكانت دايما واقفه في ظهري وكانت بتشجعني ووصلتني لمرحله اللي انا ما كنتش عارفه شكلي عامل ازاي وكده.
انا جيت جيم نادي الاهلي كنت 83 كيلو الحمد لله بفضل ربنا، وبعديها طبعا كابتن سيمو ومجهودها معايا وصلت ل 57، وده يعني ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا اخس كل ده، بس ما كنتش بعرف اشيل ويتس وما كنتش بعرف اعمل تمرين، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، بس هي فضلت واقفه معايا وبتساعدني وكانت كل خطوه معايا، ودايت برضو كنت لازم اعمل دايت مع الجيم وكده. بدخل كلاس كريزي فات بيرنينج مع كابتن سيمو، وفي الكلاس ده بلوس ويت وبشيل ويتس، وكنت زمان ما كنتش بعرف اشيل ويتس دي، ودلوقتي بقيت اشيل ويتس ما كنتش اتخيل ان انا اشيلها. عندنا بقى هو بقى اتمرن بقاله اسبوعين، ممكن ما يلقاش نتيجه من اول اسبوعين او من اول شهر، ده طبيعي جدا مفيش اي مشكله. ممكن هيحس دوت في هدومه، في الملابس اللي هو بيلبسها، هيحس دوت في قدرته البدنيه لو مثلا طلع سلم طلع اي حاجه، هيحس دوت في حياته اليوميه العاديه. ممكن ما يحسش ده على الميزان، مفيش اي مشكله خالص. هيبدا ان هو يكتئب برده، مفيش اي مشكله خالص، لا هنقول له عدي المرحله دي خالص. ممكن وزنه ينزل بعد تاني شهر، هينزل وزن طبيعي خالص. هينزل في ناس ممكن اول ما تبدا تخس على طول 2 كيلو في الاسبوع او 5 كيلو كل شهر، وفي ناس ممكن ما تبدا ان هي ما تنزلش اول شهر بس بتنزل بعدين، بس شكل جسمها يختلف. هنقول لهم لا ما تكتئبوش او ما تزهقوش، لا عادي هنكمل كل حاجه عادي، مفيش اي مشكله خالص. كل دوت بيحصل، ده بيحصل لكل الناس. عايزين نخليه يعدي المرحله دي ويبدا تاني يجي يتمرن، يظبط اكله، يظبط اكله اكتر، يحاول يدخل الاكل الصحي واحده واحده، ما يدخلهوش مره واحده كده، مش مره واحده يمنع الاكل الغلط اللي هو بياكله وبعدين يبدا نظام غذائي سليم، لا احنا هندخله واحده واحده لحد ما هو يتعود ان هو ياكل النظام الغذائي السليم على طول، يبدا ان هو ده يبقى لايف ستايل ليه. مش هنبداها مره واحده نقول له لا امنع دوت وكل ده وهو ده، لا هو الدكتور بيروح للدكتور، الدكتور هو بيبقى عارف هو ماشي على ايه، بيديله نظام غذائي حسب احتياجاته، حسب احتياجات جسمه، حسب وزنه. ما بندلوش، ما هو الدكتور مش بيديله نظام غذائي يتعبه او ان هو يخليه يدوخ. احنا بقى هو بيجي الجيم نقول له قبل الجيم مثلا لازم تكون واكل قبل التمرين بساعتين، بعد التمرين برضو لازم يكون في وجبه، ما تحرمش نفسك، ما تبقاش قاعد طول النهار مش بتاكل علشان تبقى عاوز تخس في فتره اسرع. الخساسين هيجي، الخساسين هيكون موجود، بس هتلاحظ دوت احنا هنا وظيفتنا ان احنا بنغير شكل الجسم، بنغير الحاله المزاجيه ليه، بنخليه يكون كويس قادر ان هو يكمل بقيه يومه عادي، بقيه يومه مبسوط، بنعمل له ريفريش لو هو جاي من الشغل جاي من اي حاجه، احنا بنعمل له ريفريش هنا عندنا في الجيم، بيمارس الرياضه، بتكون حاجه صحيا ليه كويسه. هو هنا كده خلاص، هو كده حاجه بقى ما كانش متعود عليها خالص، الجيم والنظام الغذائي، هو كده لازم يفكر نفسه ان هو كده وصل للحاجه اللي هو كان صعب يتعامل معاها، هو كده وصل ان هو كده بيتحدى نفسه، هو كده وصل للحاجه اللي هي صعبه خالص بقت حاجه كويسه عنده، بقت هو ده الحاجه اللي هو بقى كان خايف ان هو يعملها، او زي الناس اللي هي بتبقى خايفه عندها فوبيا اماكن مرتفعه وبعد كده خلاص دي كانت صعب التعامل معاها، هي اتحدت نفسها وبقت تقدر تعمل ده. هو برده كان صعب ان هو يمشي على نظام متوازن، نظام غذائي سليم، وصعب ان هو يلعب رياضه، ان هو كان اوفر ويت او ان هو مش قادر او ان هو مكسل، دي بقت حاجه بالنسبه له حاجه كويسه هو بقى متعود عليها. بيحصل ادابتيشن ليه بعد شهرين بعد ثلاثه، بقى المجهود بقى بالنسبه له كويس، هو بقى قادر يعمل ده، بنزود له المجهود واحده واحده. لما بيروح للدكتور بيحاول يقلل له الاكل اللي فيه دهون شويه، بيزود له حاجات ثانيه، بيحاول يمشي واحده واحده لحد ما يوصل لللايف ستايل بتاعه، ان هو يكون متوازن، في رياضه، في نظام صحي، في ان هو قادر ان هو يكمل حياته بشكل سليم.
الأول أنا ابتديت كان جسمي كويس، بعد كده حصل لي شوية إصابات، فالموضوع اتقلب معايا طبعا، بلس إن أنا جالي بكتيريا في معدتي خلتني خس جدا 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 جدا، فأنا ما بقيتش إن أنا قادر إن أنا أرجع تاني زي الأول طبيعي غير بنظام أكل معين. طبعا هو النظام ده صعب والموضوع سيء جدا، في تحديات كتير، في إن الواحد لازم يجي على نفسه ولازم ياكل حاجات معينة وحاجات يقول عليها لأ، بس هو في الآخر عشان الواحد يبقى فات مثلا ويبقى جسمه مظبوط وراضي كده عن نفسه لازم إن هو يجي على نفسه في شوية الأكل دي بالذات، دي أهم حاجة بقى في أي حاجة عامة عشان الواحد to keep healthy. أنا كنت 140 كيلو، دلوقتي 100 كيلو، بقالي 8 شهور هنا. موضوع صعب طبعا، بس طول ما الواحد عايز يعمل كده تبقى حاجة سهلة وحاجة كويسة يعني، بس يعني الدنيا بتبقى الواحد بس يبدأ وبتبقى الدنيا أحسن يعني، واحدة واحدة الواحد بيشجع نفسه ومربطش نفسه بحد، أهم حاجة يبقى هو لوحده وإيه ويشتغل على نفسه وبتبقى الدنيا تمام، يحقق التارجت بتاعه الدنيا بتبقى تمام يعني الحمد لله. طبعا تغيير روتين الاكل، وان الواحد وكده كده برضو الواحد باكل كتير، مش باكل قليل، باكل 3 4 مرات في اليوم، ممكن 5 مرات، بس الحاجات اللي بتاكل غير الحاجات اللي بتاكل، وبرضو لو الواحد باظ ولا حاجه من الدنيا تبقى ملحوقه، تبقى الدنيا مش وحشه قوي، بس مثلا اوحش حاجه طبعا في الموضوع ده السكر، العيش مثلا، دي الحاجات اللي بتبقى صعب الواحد يبطلها شويه او بيسحب رجله منها واحده واحده، بس بالتعود بتيجي. مثلا حاجه زي الرز مثلا، مكرونات، الكلام ده يعني الاكل الطبيعي بتاع المصريين هو اصلا مش هيلثي، فان هو الواحد عشان يظبط الموضوع هيلثي او حاجه زي كده تبقى طبعا رخمه شويه، بس بعد كده الواحد بيحس ان هو احسن، معدته افضل، بطنه احسن، لما يبدا ينزل في الوزن تبقى الدنيا طبعا بالنسبه له حاجه، دي بالنسبه له هو ده الحافز ان هو يشوف نفسه تمام بغض النظر عن الميزان، بس ان هو يشوف نفسه ماشي في الطريق الصحيح والدنيا تمام معاه فتبقى الدنيا حلوه يعني. لما بنيجي نتكلم عن التحدي ما اعرفش انت المفهوم، كل واحد عنده مفهوم مختلف عن التاني، فنجاح الواحد مع تحدي نفسه يعني الواحد على قد ما يقدر يحط لنفسه اهداف قابل ان هو يحققها او قادر ان هو يحققها وبيحققها، هو ده اللي بيخليه عنده دافع ان هو يحقق مره تانيه وثالثه ورابعه. الرياضه جزء من حياه البني ادم، هي اللي بتعلمه التحدي، المكسب والخساره مش دايمين يعني، الواحد لما بيخسر بيبقى عامل حسابه ان هو هيجي وقت وهيكسب، ولما بيكسب بيحاول يكون دايما الاحسن، فدايما الرياضيين هتلاقيهم في تحدي مع نفسهم، واذا كانوا رياضيين ليهم مستويات منافسه يعني، اذا كانت مستوى جمهوريه او دولي يعني، فبتلاقيهم قادرين ان هم يرفعوا مستويات التحدي لنفسهم، فبيحسوا بالانجاز، الشعور بالانجاز ده كويس، بيخليكي دايما بتحط لنفسك اهداف اصعب واصعب واصعب. ده فكرتي عن التحدي يعني. الرياضة شيء جميل جدا واحنا بجد مفتقدينه في حياتنا يعني، خصوصا الناس اللي بتشتغل اغلب شغلها قاعد على مكاتب زي حالاتي كده يعني، فجايز اكون بدات متاخر، بس يعني انا بشجع اي حد ان هو يبدا يلعب رياضه مهما كان سنه يعني. التحدي ان انا السنه اللي فاتت كان عندي مشاكل صحيه كبيره يعني، الحمد لله عديتها يعني، كان عندي انيميا وكان نقلت دم وحاجات كتير كده، بس السنه دي الحمد لله قدرت ان انا اغير كل ده يعني من اكستريم لاكستريم الحمد لله يعني، فبدات قلت لا انا داخل في سن المفروض يكون عندي تحدي اكبر وكتله عضليه تصمد معايا يعني ان شاء الله لو في عمر يعني، فبدات اجي الجيم هنا والحمد لله الكباتن هنا ساعدونا يعني ان احنا يعني نحقق جزء بسيط من اللي احنا بنحلم بيه.
كنت بعمل كشف دوري كده، وبعدين لقيت عندي مشاكل في الدهون الموجودة في الدم، لقيت يعني في حاجات عالية وهتأثر عليا بعد كده. فالدكتور نصحني ان انا لازم العب رياضة، بقالي بلعب هنا حوالي 6 شهور، ومع إعادة الكشوفات لقيت لا الدنيا اتحسنت الحمد لله. بعد كده بيبقى خلاص حصل له ادابتيشن، حصل له تكيف على المجهود اللي هو بيعمله في الجيم، بيثبت جسمه بيثبت. فاحنا بنعمل ان احنا بنغير التمرين، بنزود له حاجات، بنقلل له حاجات، بنلعبه حاجات ثانيه، بنزود شويه الاوزان، بنقلب الشده بتاعه التمرين شويه والحمل بتاع التمرين، مش بنخلي رتم واحد، بنبدا نعمل التمرين زي كيرف كده زي الموجه طالع نازل عشان جسمه ما يحصلوش ادابتيشن على حاجه معينه نقدر ان احنا نغيرها، علشان كمان هو ما يزهقش من التمرين يقدر يجي تاني لا كان في حاجه تانية يعني كده. اول لما بيحصل لجسمه تكيف على الاكل دوت خلاص جسمه مثلا مش بيقدر يحرق، الدكتور فيه ممكن يديله يوم فري او يومين فري عشان جسمه بعد كده يبدا يحرق تاني. عندنا في التمرين نفس الكلام، ممكن ان احنا بنغير نظام التمرين خالص، ممكن نلعبه كارديو، ممكن نزود الحمل بتاع التمرين، او ممكن نقلل خالص فترة معينة بعد كده نطلع نزيد تاني، علشان بقى هو يعرف ان هو وصل لمرحلة كويسة من التمرين بتاعه. احنا طبعا بنعمله بنقيس، بناخد كل مقاسات جسمه، بنعمله اختبار لياقة بدنية في تمارين معينة، بيبتدي بقى تاني يعملها كل شهر او كل اسبوعين، بنبتدي ان احنا نعمله الاختبارات دي تاني. فلما يشوف نفسه الارقام بتاعته زادت او بقت احسن، لو مثلا في الجري هو عمل مشي جري مسافة كبيرة في تايم اقل او في التايم اللي احنا محددينه له بس المسافة كانت اكبر، دوت بيكون هو محفز ليه، بتبقى حاجة كويسة، هو كده وصل لحاجة هو كانت صعبة عليه جدا ان هو يعمل كده، لقى كمان ارقامه بقت تتحسن. تمرين مثلا زي البوش اب ما كانش بيعرف يعمله خالص اول ما جه، دلوقتي بقى بيعمل مثلا في الدقيقة 20 عدة او بيعمل 30 عدة. السيت اب تمرين البطن ما كانش برضو بيقدر يكمل فيه 10 عدات، بقى بيوصل في الدقيقة 30 او 40 عدة، ده بتكون حاجة كويسة جدا ليه، هو بيفرح بده جدا. فاحنا كل فترة بنعمل له الاختبار ده علشان يعرف هو مستواه كان فين وبقي فين. بعد كده هو بقى بيجي تاني يراجع نفسه ويقول ان هو كده اتحدى نفسه، شايف ان هو كان الاول حاجة كانت صعبة عليه جدا ان هو يعملها، حاجة ما كانش في دماغه خالص ان هو يقدر يعملها، ما كانش عارف يعملها خالص، كده هو بقت حاجة بالنسبة له سهلة، مشي على نظام اكل صح، مشي على تمرين كويس، مشي على روتين حياة مختلف، روتين حياة ظبط له جسمه، ظبط له حياته بشكل عام. ننصح بقى كل الناس ان هي اوفر ويت تيجي تتمرن، ما تخافش خالص، ما تخافش على وزنها، ما تخافش على جسمها، ما تخافش على اي حاجة خالص، احنا هنبدأ معاكم واحدة واحدة. لما تروح لدكتور يعمل لها نظام غذائي، هيعمل لها تحاليل، هيشوف لها كل حاجة فيها، هيشوف جسمها فيه قد ايه، هيديها النظام الغذائي على اساس التحليل اللي في جسمها، على اساس الدهون، على اساس كل حاجه، هو بيعمل لها انبادي، بيشوف كل حاجه في جسمها ايه بالظبط عشان يقدر يديها نظام غذائي، وبيشوف برده طبعا فصيله دمها ايه، بيشوف التحليلات بتاعتها، لو عندها اي مرض بيديها نظام غذائي تبع الحاله المرضيه، تبع الحاله الصحيه. احنا برده هنا بتيجي تقول لنا هي عندها ايه بالظبط، لو هي عندها اي مرض او عندها اي حاجة، بنتعامل معها في التمرين على الاساس ده، ما بنغلطش مثلا ونقول لها لا، احنا هنا عارفين لو كل حالة مرضية عندها ايه بالظبط، بنمشي معاها بتمرين معينة. كل حد طبعا التدريب عملية فردية، فاحنا كل حد عندنا ليه برنامج الخاص بيه، ليه كل حاجة خاصة بيه، ليه البروجرام بتاعه، مش بنبدا معاه مره واحده كده جامد، او ان احنا بنبدا معاه واحده واحده بالراحه، بنشوف هو
بالظبط عاوز يوصل لايه حسب برضو الهدف بتاعه. في ناس عايزه تعمل شيبنج لجسمها، في ناس عايزه تعمل لوز ويت، في ناس عايزه تبقى اللياقه البدنيه بتاعتها احسن، صحتها احسن، في ناس عندها مثلا مرض وبيتعالج بالرياضه، في امراض كتير، في الناس اللي هي عندها ضغط دمها منخفض، كل دوت الرياضه بتعالجه، الناس اللي عندها سمنه طبعا، الناس اللي عندها نحافه لما بتلعب رياضه جسمها بيبتدي ان هو يشتغل، عمليات الميتابوليزم بتبدا تشتغل تاني بتبقى احسن، الناس اللي حرقها ضعيف بيبتدي ان هو يعلى. فننصح كل الناس ان هي تتابع مع دكتور وتمشي على نظام غذائي متوازن وتروح تتمرن في الجيم، ممكن تيجي تتمرن عندنا، هتحس بفرق، هتحس انها مبسوطه كده. هو وصل للتحدي اللي هو صعب، كان صعب عليه جدا، هو كده وصل ليه، كده هو وصل لنتيجه افضل. العزيمة والإصرار هو اللي بيساعدنا إننا نحقق حلمنا ونوصل لهدفنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي دايت.